عسلامة. عسلامة. لباسة؟ لباس الحمد لله. كيف؟ عرفني بروحك. أخونا بابا أحمد من موريتانيا. أهلا 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 موريتانيا. أهلا بي. قل لي يا استعمل هني تحوس في تونس؟ أنا مصيوع من الدار يعلمها الله اللي مصيوع. سمعت اللي مصيوع يعلمها الله. شتو أنا مصيوع. احنا التوانسة باهين. ايوه باهين والله. والله لو كان لو خيروني بتزوج موريتانية أو تونسية كلهم بتزوج نعرس في تونسية. علاش تحب تتزوج تونسية؟ شوفي في فرق بين التونسية فرق كبير والفرق بين الموريتانية. راك تعرف شي التونسية open minded فاهمة يعني انفتاحية يعني تقدر تخدم معاك مع برشا حاجات وتعيش معاك على برشا حاجات. وقت لا واحدة تعود نهار عشوية تقد تقوم وتقعد وتعدل همها وأصلا زينة زينة ما هي رجال قاعد تفوبيها ما شاء الله. تبي موريتانيا؟ لا ما مصحش الشاب. ايه يا شاب يا موريتاني. أنا ماني دخل ولا أتكلم عن أشياء هذه. ما بنصحك تتزوج موريتانية. دور لك على شي تونسية ماليزية روح لك على مكان تاني فأحسن لك من موريتانية. بايرات كلهم. شمينة ما ينهي موريتانيا والله أقول لك على ثقيلة على النفس ثقيلة عليك شوية أمي فطية أم الجد ناجي ما بطيت ودنت سخ الدار ما تخدمش بالدار هي بس قاعدة على التليفون ما في خد يا ما تنظفش ما تعمل ما تنظفش ما تخدمش برا ما تخدمش بالداخل فاهمة ما يعني ما تصلحش لحاجة ما تصلحش لحاجة ها الزمن ها الزمن ديال واقعنا شباب فينا كاع نجيب الاخر كونتا نحن نفوت نموتوا انصامبل انت اكثر انجاز معدلوا عنك طالع للايف وما يقولوا عنك معدل روار واخي الله يا ولد الشاعبي قال العري مو في وين هي الحقيقه مره الحقيقه مره الحقيقه مره يا غير خير من العيش في الوهم المريح انت فهمت خذ عوني